ماذا تسمى الحيوانات التي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين؟ ما هي الثمرة التي وقعت على رأس إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية؟ حزورة رمضان وحلقة جديدة، تفضلوا معنا. شو هي الحيوانات اللي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين؟ قبل الإنسان يعني؟ قبل الإنسان شو هي؟ حيوانات كبيرة عملاقة. الحوت. الحوت؟ لا ما هذا حوت. عم اقول لك على الأرض مو بالبحر، على الأرض. حيوان بري يعني. ما عندك أي فكرة؟ لا في جيبة، في وحوش، في هلأ وحش ما يعتبر حيوان. الوحش بدك تعطيني شو هو هذا الوحش يعني؟ هلا وحش توصيفه بس، شو هو هذا الحيوان؟ هو مثل يعني لك تنين يعني مثلا؟ نعم تنين. التنين عاش على الأرض؟ ما بطلع معي. اي التنين هذا اللي بنشوفه بالأفلام هيك بيطالع نار من تمه، بينفخ نار. انت برأيك هذا الشيء حقيقي؟ كان موجود على الأرض يعني؟ هو اولي يقولوا هيك بس انا ما بعرف يعني. كان في تنانين؟ ايه كان. ما شاء الله ما شاء الله. انا ما بعرف يعني. تنين غلط، مو تنين. مو تنين يا سيدي. ان شاء الله بشوفك بالايام الثانية وبسألك وبربحك ان شاء الله. تمام ان شاء الله خير. يعطيك العافية. هلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معلم أول شغلة، أنت بتآمن بالتنين؟ بالتنين؟ لا ما بآمن. هلا لأنه سألت سؤال أنا، شو هي الحيوانات اللي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين؟ إيه. فكنت عم ساعد شخص أنا، فقلت له التنين. أيوه. فتوقعت أنا لما أنه التنين دغري يستبعد، فقال لي إنه يمكن، فأنت برأيك التنين كان موجود ولا هو بس من الأساطير اللي بتطلع على التلفزيون؟ لا التنين كان موجود. كان موجود. شلون هو هذا؟ شلون؟ احكي لي عنه لشو؟ التنين والله بالضبط ما بعرف التنين يعني. انا عم احكي على التنين اللي بينفخ النار من تمه. ايه. هلا الثعبان موجود والثعبان موجود والحياة موجودة، نحن ما موجودة. انا عم احكي عن التنين. ايوه التنين ما كان موجود. زي عم بعرف. طيب شو هو الحيوان اللي كان عايش على الارض قبل ملايين السنين قبل الانسان؟ كان الديناصور. ديناصور؟ اكيد. ايه اكيد. يعني ديناصور ولا التنين؟ لا ديناصور خالص يعني من الآخر. جواب نهائي. جواب نهائي. لك للأسف طلعت إجابتك صحيحة، برافو عليك. تفضل معلم. هاي كسوة عيد مقدمة مطعم كتكوت. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يعطيك يا رب. عرفونا على حضرتكم؟ والله انا ابو عبدو. ابو عبدو من وين حضرتك ابو عبدو؟ من منار والله. على راسي والله والنعم منك. حضرتك اخي؟ انا ابو يوسف درباله من عزاز. الله يبارك فيكم. الله. حابين تشاركوا معنا بحزورة رمضان؟ يا اهلا وسهلا. طيب معلم سؤالك سهل، سهل وبسيط كثير. كم عدد سكان الهند في عام 1965؟ والله ما بعرف. بدك تكون استاذ هون انا. لا اعطيني غير الجواب، كثير صعب. شو سؤال؟ ما في خيارات؟ والله للأسف ما في خيارات. يعني سؤال سهل مثل هذا وبدك خيارات. قلت لي رجعت سؤال. سكان أهل الهند في عام 1965، سكان الهند يعني ما في سكان طاولة يعني أصدق؟ شلون ما في سكان؟ أقول لك قديش عددهم كان بالعام 1965؟ 1965 هلين شيخ؟ شو؟ والله ما بعرف. هلا احكي لك من الشيخ، لا تحشش بالشيخ، هلا خليك معي. شو؟ والله ما بعرف صراحة. شو هو السؤال؟ أنا ما عرفت. قديش عدد سكان أهل الهند في عام 1965؟ مليارين ونص. مليارين ونص؟ ايه. متأكد؟ غلط ما صحيح. قديش؟ والله ما بعرف. ما بتعرف. مليار ونص؟ شو مليار ونص؟ معلم هذا سؤال يعني نحن بس لحتى نكسر الحاجز بيننا وبينكم. ما هذا هو السؤال اللي بدي أسألك إياه؟ طيب سؤالك هو من هو الشخص الذي كان يضرب به العرب المثل في الكرم والسخاء من قديم الزمان لهلا؟ والله حاتم الطائي. حاتم الطائي ولا المتنبي؟ بالكرم؟ بالكرم. بالكرم حاتم الطائي. هلا انا على حد علمي انه هو المتنبي. لا بالكرم حاتم الطائي. طيب المتنبي شو كان اشتهر؟ الشعر. بالشعر كمان.
كان يشتهر بالحكمة وبالشجاعة. نعم بالحكمة وبالشجاعة. يا سيدي إجابتك يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، للأسف هي إجابة صحيحة يعني. على رأسك الله. الله يبارك فيك. الله. تربح معي جائزة مقدمة مطعم كتكوت. الله يحفظك يا رب على رأسك. عندك أطفال ما هيك؟ والله. الله يسلم لك ياهم. طيب قبل ما تروح احكي لي عن موقف طريف مثلا صار معك ببداية شهر رمضان أو مثلا اليوم. والله هو لا صار له يومين رمضان ما صار له الزمن، بس امبارحة نعم حطيت ابني على البلكون قلت له انا الصوت الاذان ما بيصلى عندي يعني، فحطيناه مشان اذا اذن يخبرنا. حلو. يخبرني وطلع معهم اذن، انا صرت هون فطرت بعدها قال لي بابا ما اذنوا. انت هون لما خبرك يعني خلال هالاربع خمس ثواني كنت شربان كان شي لترين مي واكل شي خبز. بالضبط هون ردت امك يعني، هذا صراحة موقف انا اعتبرته طريف منه يعني، وكونه طفل صغير يعني. نعم. اثرت يعني انزعجت، بس انا اعتبرته يعني موقف طريف. طيب ما ضربته؟ لا ضربته الصراحة. عزمه ها؟ لا والله اعتبرته موقف طريف لانه ذكرت لك هو انا الصراحة يعني. الله يبارك يعني فيك. اعتبرته موقف طريف فلذلك ذكرته يعني انا. طيب سؤالك هو راح اسالني افكر لك في سؤال سهل. ما هي اصغر دولة عربية؟ عم شرحني افكر لحظات. البحرين. البحرين ولا لبنان؟ البحرين. يا جماعة الخير البحرين. انا عم بسالك البحرين. البحرين. البحرين ولا لبنان؟ هلا لبنان كمان دولة عربية صغيرة بس لا البحرين اصغر منها. يا صحيح. سيدي اجابتك صحيحة وبرافو عليك والله محييك حبيب قلبي، وبتربح معنا مبلغ مالي تبشر لعيونك. الله يرزقك يا رب. الله يخليك. الله يسلمك. تفضل. شكرا. طبعا بقلب المبلغ في كوبون تحتفظ فيه لرمضان الجاي 2020 يعني من مطعم كتكوت، كمان بيطلع لك جائزة تانية. شكرا شكرا الله يعطيكم العافية. بتوصينا بشي باشا؟ سلامتكم. سلام عليكم. أرصي. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عم تصور؟ حركة السوق مع بداية شهر رمضان. ما شاء الله عنك. تعرف على حضرتك؟ أحمد نداف. أحمد مع مين تشتغل أنت؟ مع موقع موزايك سوريا. ما شاء الله عنك. هلا عم تعمل أنت تقرير ولا ريبورتاج ولا كيف ولا بس رشزات يعني بس لقطات عامة؟ لا عم بعمل تقرير رشزات مع مقابلات مع مدنيين مع بائعين مع يعني تقرير كامل. الله يعطيك العافية. شو رأيك شارك معنا بحزورة رمضان؟ ايه بشارك ليش لا. طيب سؤالك سهل بس بده شوية تركيز. السؤال هو ما هو السؤال الذي تختلف إجابته دائما؟ ما هو السؤال الذي تختلف إجابته دائما؟ ممكن انه يعني سؤال من دقيقة لدقيقة تختلف اجابته. ممكن انه اذا بسألك كيف حالك هذا سؤال. لا هذا كيف حالك مزاج يعني، المزاج فينا نقول نحن كل ساعتين بيتغير هذا المزاج، اما هذا السؤال كل ثلاث ثواني بيتغير اجابته بتغير اجابته. عرفت شلون؟ ممكن السؤال انه كم الوقت او عن الوقت يعني كم الساعة؟ كم الساعة؟ اي كم الوقت؟ هلا تعطيني بدي تعطيني انت جواب مقتنع فيه. كم الساعة ولا المزاج؟ ولا عن اذا بسأل مثلا واحد كيفك شو اخبارك؟ هلا هي السؤالين بيتغير جوابه بين الفترة والثانية. نعم. لكن انا برأيي انه السؤال الوقت هو مقنع اكثر يعني. صح لانه بيختلف من ثانيه لثانيه اخرى. صح. ما هيك؟ تمام. يعني كم الوقت؟ كم الوقت؟ يا سيدي اجابتك صحيحه برافو عليك، هذا هو الجواب. تسلم. الله يبارك فيك. متزوج حضرتك؟ لا. ما متزوج؟ لا. طيب شو بدنا نربحك معنا اليوم؟ على كيفك. شو رايك تاخذ وجبه فطور؟ تفضل معلم. يعطيك العافيه. بتوصينا بشي؟ سلامتك. اودعناكم. مع السلامه. السلام عليكم. السلام. هلا مع مين بدنا نحكي؟ مين رح يشارك معنا؟ هات ولنشوف. تعال شوف انت. يلا شارك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس قرب لعند المايك عشان يطلع صوتك. قربنا. تعرفنا على حضرتك؟ محمد السيد. محمد من وين انت؟ من الشام. على راسي والله، والله على راسي. بلودي يعني. لك حبيبنا. شو عم تشتغلوا اليوم؟ هلا هي شو هي؟ هي برك يعني برك مشكله، هي جبنه كيري، هي شوكولا.
وهلا طالع معروك بعجوي. يا سلام على فكره جاي لعندكم انتم مضره يعني، هلا خليتني اشتهي وانا صايم وماني حاسين. ما في مشكله على الفطور تعال، اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. معروك كمان. شو رايك تشارك معنا بحزوره رمضان؟ تفضل نشوف. طيب سؤالك سهل كثير، ماذا يسمى صوت الحمام؟ الحمام هدير. نعم هدير. هدير هدير ولا غدير؟ هديل. هديل هديل ولا خوار؟ لا هديل. خوار صوت شو؟ خوار. هلا انت قلت لي سؤال ما سؤالي. اجابتك صحيحه بس هلا خوار صوت شو؟ يعني معلومه عامه. صوت البقر. المي. المي المي خرير المياه. خوار خوار البقر. البقر. ايه هلا نرجع لموضوعنا، هديل ولا هدير؟ ما اعطيتني اجابه. هديل. هديل اكيد. ايه هديل. اجابتك صحيحه، برافو عليك يا سيدي. هذا شو؟ تفضل معلم. ما فيها نص بالنص هاي معلم، هاي تسوى تعيد. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. حياكم الله. عن اذنكم. اذنك معك. حلقتنا لليوم انتهت، موعدنا بكره مع حزوله جديده وسؤال جديد. لا تنسوا تتابعوا قناه حلب اليوم على المعرفات الظاهره اسفل الشاشه على السوشيال ميديا، وبامكانكم ايضا تتابعوا البث المباشر على موقعنا على الانترنت حلب today tv.net.